وجهاء المكون العربي يلتقون في مقر التجمع الجمهوري العراقي بكركوك لبحث آخر المستجدات على الساحة وما يجري، وللوقوف على قضية تحرير قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك. بداية نبارك الانتصارات التي حققها قواتنا الأمنية والحشد الأمني وقوات الاتحادية والتدخل السريع في محافظة نينوى، وحقيقة هذا كان يستشعرنا أنه بعد انتهاء عمليات نينوى يتم عمليات تحرير الحويجة، إلا لا نلمس هناك بوادر حقيقية لهذا الموضوع، وهذا يخيفنا، لأن هذه المنطقة حقيقة بدأت تعاني الكثير من الجانب الإنساني وعمليات القتل والهتك المستمرة في أبناء الحويجة من الأبرياء. نحن نناشد من خلال قناتكم ونوجه رسالة إلى دولة رئيس الوزراء وإلى المعنيين وقوات التحالف وكل الأطراف بالعمل الحثيث لإنقاذ أهالي هذه المنطقة. ونناشد من خلال قناتكم الموقرة الجهات المعنية وخصوصا رئاسة الوزراء بالإسراع في تحرير الحويجة، لأن الحويجة الآن تمر بمرحلة عصيبة جدا، وحيث أن نسمع حاليا من خلال الاتصالات بمناطقنا بأنه لحد الآن وصل العدد إلى تقريبا 1000 شخصية معتقلة لدى عصابات داعش، وهذا شيء مخيف جدا بأنه ستحصل إبادة جماعية إن لم تتدارك الحكومة هذا الوضع، إضافة إلى الوضع الصحي والوضع الغذائي والوضع الإنساني اللي يعيش المواطن الحويجي حاليا. ولهذا السبب والأسباب الأخرى نطالب رئيس الوزراء بالإسراع في التدخل لإنقاذ هذه الحويجة من مذبحة جماعية قد تحصل قريبا لا سمح الله. المجتمعون أكدوا أن المظالم فاقت الحدود داخل القضاء من قبل عناصر داعش الإرهابية تجاه المدنيين، وأن تحريرها بات أمرا ضروريا لتخليص أولئك المغلوبين على أمرهم من تلك العصابات التي جثمت على صدورهم منذ 3 سنوات وأكثر. المعاناة باتت واضحة للجميع، لا يحتاج أن نكرر هذا الأمر، ونحن مناشداتنا وكل لقاءاتنا وكل مؤتمراتنا هي كانت تصب في الإسراع والضغط حتى يكون هناك إسراع في عمليات تحرير الحويجة. بسبب المعاناة الحويجة تعانت أكثر المناطق، عانت باعتبارها آخر المراحل عمليات التحرير. وفي النهاية أكد المجتمعون أنهم يرحبون بأي قوة تساعدهم على تحرير مناطقهم، سواء من الجيش والقوات الأمنية والحشد الشعبي.